قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية وغيرها ضد قطر، وصرح أن عزل قطر يشكل بداية نهاية الإرهاب. وأشار ترامب في تغريدة له على موقع تويتر أن دول الخليج قالت إنها ستعتمد نهجاً حازماً ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير إلى قطر، وتابع أن القطع قد يكون بداية لنهاية فظائع الإرهاب.